بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدق الله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون، عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. وهذه الليلة الخامسة وحلقة ستكون إن شاء الله مميزة بالدموع والمواقف، حيث أن ضيفنا من الشعراء الذين أثروا الساحة الحسينية بالمنبر والقصائد الإلقائية، وهو فذ من أفذاذ القضية الحسينية والمنبرين للدفاع عنها. أنا وأنتم سنكون مع ساعة حسينية ومجلس حسيني مع الشاعر الحسيني الكبير صفاء الدفاعي الرميثي. عظم الله لك الأجر أستاذ صفاء. عظم الله لك الأجر أستاذ محسن. حسن الله لك العزاء. شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة ومجيئك إلينا وتجشم عناء السفر، وكلها إن شاء الله بميزان حسناتك. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله لكم العزاء. شكري وتقديري وامتناني لجنابك الكريم أستاذ محسن لهذه الدعوة الكريمة، كذلك الشكر موصول لقناة الأيام وكادرها المميز. شكرا لكم على هذا البرنامج الذي يعنى بقضية الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما هذه التسمية المرمزة الرائعة. أحسنت. يعني أستاذ صفاء، ليلة مسلم بن عقيل سلام الله يعني، وقضية مسلم بن عقيل هي قضية تمهيد. أحسنت. تمهيد المن للطف. نعم بالضبط. وما إرساله رسولا ليجمع الرأي على مبايعة الإمام الحسين إلا هو تمهيدا لمعركة الطف رغم كل تفاصيلها. تجد صعوبة في الكتابة إلى مسلم بن عقيل؟ أحسن. لأنه حالة منفردة عن الطف، مشابهة لها بس منفردة. بالضبط، هي توطئة وتمهيد. نعم. يعني والإمام الحسين كما أن الأدب يحتاج إلى توطئة وتمهيد، ظهر أن الثورة أيضا تحتاج إلى توطئة. نعم. وتمهيد. فكان مسلم بن عقيل سلام الله عليه هو كان التوطئة والتمهيد لثورة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك هو باب من أبواب الإمام الحسين عليه السلام، وباب كذلك لأمير المؤمنين. نعم. باعتبار أن اختيار مسلم بن عقيل لسفيرا للإمام الحسين لا يقل أهمية عن اختيار تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما وظفته في القصيدة. يعني قصيدتك كانت ربط كتابتها المناسبة للمناسبة، كانت دعوة في مهرجان مسلم بن عقيل سلام الله، مهرجان السفير العالمي. نعم. في مسجد الكوفة المعظم، فكانت القصيدة ووظفت فيها هذه الفكرة التي رأيتها من زاوية. بالمناسبة أستاذ صفاء، نعم، أنا وجهت لي دعوة ب 2014. نعم. أيام قبل ظهور داعش طبعا. نعم. لعنة الله عليك. واجهت صعوبة بالكتابة لمسلم بن عقيل سلام، رغم أنه كتبت قصائد منبرية. منبرية. نعم. بس من جهة أكتب قصيدة إلقائية وقفت. عجيب. توسلت بالإمامين موسى بن جعفر والجواد للكتابة، والحمد لله وشكرا. الحمد لله. أنت نرجع إلى قصيدتك. نرجع للقصيدة إذا سمحوني العفو. نعم. أقول ما شفتك يا مسلم مرقد وشباك. نعم. ولا شفتك منارة وقبة قدسية، شاهدتك مسافة بحجم الله البيك، وكلهن بيك بس الدنيا ما هي. الله. ما شفتك يا مسلم مرقد وشباك، ولا شفتك منارة وقبة قدسية، شاهدتك مسافة بحجم الله البيك، وكلهن بيك بس الدنيا ما هي. استاذك علي، استاذك علي ايش ما تمتحن بحسين ناجح والمعدل 100%. الله. استاذك علي، استاذك علي ايش ما تمتحن بحسين ناجح والمعدل 100%، جفنك من رمش متروس حيدر شوف. لذلك نظرتك كانت مثالية من أول جدم، خليت حيدر صيت وعلى ثار جدمة تصلي ليلية، من تاخذ نفس بي تختم القرآن. الله.
من تاخذ نفس بيتختم القرآن تتنفس على بيتارس الرية. أمك من تفقدك ما تدور عليك، أمك من تفقدك ما تدور عليك، تعرفك يم علو غافع لطارية، تنصيبك سفير بأمر من نحسين مثل تنصيب حيدر بالغديرية. تنصيبك سفير بأمر من نحسين مثل تنصيب حيدر بالغديرية. أحس الكوفة يثرب والنخل شيماء، الله أحس الكوفة يثرب والنخل شيماء. يا سيد العرب والكوفة علوية، صليت الظهر بس صلى كان وياك، الله صليت الظهر بس صلى كان وياك، لأن أنت الوحيد الصادق النية. وقفت بباب طوعة، وقفت بباب طوعة كل ضميرك ماي، وقفت بباب طوعة كل ضميرك ماي، وبس طوع رجل والغيرة عربية، ضحك سيفك قبر من سمع صوت الخيل، ضحك سيفك قبر من سمع صوت الخيل. ما حاصد زلم وسنونه معمية، ملك الموت جاز طيته ذاك اليوم، ملك الموت إجازة طيت ذاك اليوم، قلت لك اكتب اسام وعوفها علي. ملك الموت إجازة طيت ذاك اليوم، قلت لك اكتب اسام وعوفها علي. ما يوقع بطل الا بغدر انذال، من زمان ثار هناك بعثيه. الله الله لعنه الله عليه. ما يوقع بطل الا بغدر انذال، من زمان ثار هناك بعثيه. صليت وزريت سلمت صوب حسين، ومنك طاحت الدمعة الحسينية. اندفن قصر الأمارة بس لمست القاع، وقبة مرقدك سطعت سماوية، ومن يمك المهد ويعلن الأنباء، وتصير القاع كل القاع شيء، وتصير القاع كل القاع شيء. عكس كل النسمعة أي عن حميدة اليوم بجت تكتر الخاطر، هالحكي نمنعه فعلا. عكس كل اللي سمعه عن حميده اليوم بجت تكسر الخاطر، هالحكي نمنعه. حميده ما بجت، بجت حسين الدين. الله العرش واللوح قامت تنحب وتنعى. يا عم فدوى لك قالت لابوي روح، وانا وكل عمام الدينك وشرعه، وقدم مثل عمت زينب الحوراء، أبوي الخاطرك يا ضنوة البضاعة. الله وجيب سكينة يم وخلني حج عليك، وبين جفوف ديك نطوفك الله، ونسعى ومسح على راسي برقة الآباء. الله امسح على راسي برقة الآباء، برقة الآباء خل جوع اليتم بجفوفك انشبع. الله الله بعد كم ساعة يمك من بعدها تروح، وبعد يا شف يجينا ويمسح الدمعة. الله الله عليك. بعد يا شف يجينا ويمسح الدمعة. حقيقة الكتابة لمسلم مو سهلة، عظم الله لك الأجر. نعم مسلم، لكن هذه قصيدة يعني تستحق أن تقرأ في هذا المهرجان الرائع. طبعا حياتنا إلى القائمين على هذا المهرجان، وبالخصوص الاستاذ احمد الكعبي. طبعا احسنت، هي استاذ يعني احمد الكعبي موفق ان شاء الله، وموفق الله يحفظه. القصيده المنبريه لمسلم استاذ صفا. نعم نعم. ايضا يعني تحمل اكثر من جانب. بالضبط. يعني من الشعراء من يدخل من باب طوعه، نعم، من الشعراء من يدخل من باب الرساله، من باب من يدخل حميده، حميدة. منهم من يدخل من شجاعة مسلم، وهو شجاع بالفعل. تحير بهذه لا بالعكس والله استاذ محسن، هذا اللحن يأثر. هو طبعا اللحن يأثر على اختيار المفردة. نعم استاذ محسن. نعم. اليوم الإيقاع هو يختار لك لون المفردة. صحيح. الإيقاع والنغم يتعامل ويتغازل مع المشاعر، فالشاعر لما يسمع الإيقاع ما أين يتناغم؟ يتناغم مثلاً مع سطح الشعر، يأخذ من سطح الشعر. نعم. مع عمق الشعر يأخذ. كلما كان الإيقاع يلامس أعمق، في مستوى أعمق، يغوص الشاعر في بطون مشاعره ويستجلب المفردة المناسبة لهذا الإيقاع. لذلك
عفوا استاذ محسن. لذلك القصيدة التي تكتب على اللحن تكون كثير ما فيها من الملامسة لقلوب الناس. نعم. وتكون أفضل للشاعر وللرادود. صحيح. هاي بصراحة. صحيح. أما أنا أتفق معك طبعا. يكتب الشاعر قصيدة، هو عنده أفكار، عنده مشاعر ينظمها على شكل أبيات كذا. لما نيجي يحتاج رادود محترف ورادود حقيقة عنده مرآة صافية حتى يستطيع أن يعكس مشاعر هذه الكلمات ويعطيها اللحن المناسب. نعم نعم صحيح. أكو تشابه بين أبي الفضل العباس ومسلم بن عقيل. نعم. حاولت تجسد هذه الصورة بالقصيدة والله بالقصائد من برية. تعرف احنا كل سنة عندنا ليلة مسلم. نعم. فتأتي إلى ليلة مسلم نحاول، ويعني أتكلم عن قلم البسيط. أكيد طبعا. لا كلك أحاول قدر الإمكان. أنت قلم كبير. لا خادم صغير والله أستاذنا. أحاول قدر الإمكان أنه لا أشابه موضوع العامل السابق. طبعا. أحاول قدر الإمكان. وهي مسؤولية. أي. فمسلم بما أنه لديه أبواب كثيرة، فيوم نشبهه بعلي بن أبي طالب. نعم. ويوم نأتي به إلى شجاعة العباس عليه السلام، ويوم نأتي بموضوعة طوعة معه، ويوم نأتي بموضوعة الغدر والخيانة، ويوم نأتي بموضوعة حميدة، ونأتي يعني أنا حتى هاي الفكرة لما انطلقتها قضية الغدير. غدير. لا وظفتها أنه قصيدة منبرية كاملة تتحدث عن هذا الموضوع. يعني واحدة من هذه القصائد المنبرية ما حافظ يعني مستهل. يعني ما أحفظ المستهلات أستاذ محسن حقيقة، نكتب كثير قصائد منبرية فما تبقى سنة كتبت مستهل السنة بعد أنا أكتب كل ليلة بليلتها. طبيعتي هاي مشكلتي يعني. موفق. حتى الرواديد يعانون من عندي. يعني الليلة بعدك ما كاتب. أي ما أكتب. ما أعرف إذا ما أدخل بالأجواء أستاذ محسن. إن شاء الله. ليه أستاذ محسن؟ في السابق كنت نكتب برنامج كامل لمحرم. نعم. تدخل في محرم يصير عندك أجواء أخرى. حالات أخرى. نعم. تجليات أخرى. صحيح. تكتب نصوص. جديدة نعم. وبها. نعم. وهذا ولا تنسى الموقع الجغرافي. والجمهور. نعم. يأثر في تغيير المواضيع وكتابة. أنا أتذكر واحدة من المستهلات أقول شنهم ذو الفقار صاحوا على الأرجاس. نعم. شنهم ذو الفقار صاحوا على الأرجاس. حيدر يا كرار مسلم والعباس. الله. صولاته معروفة بالطفة يا الكوفة. مسلم والعباس. مساجلة جميلة. إيه يعني. جمعت بيها بين بطلين عظيمين. العباس ومسلم بن عقيل. نعم استاذ صفاء. انا حبيت انه استهل الحلقه بقصيده لسيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. نعم. لكن بما انه الحلقه مخصوصه لسفير الإمام الحسين. فقرانا لسفير الحسين والان نقرأ لسيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. اقول له مذ زرت قبرك والعجائب والسنا أدركت أن الكون يبدأ منه. الله. مذ زرت قبرك والعجائب والسنا أدركت أن الكون يبدأ من هنا. من باب سورك للضريح عوالم. من باب سورك للضريح عوالم فيها ومنها بل لها سجد الدنا. لامست طيفك كي تعيد صياغتي. الله. لامست طيفك كي تعيد صياغتي. رممت روحي في هواك تيمنا. يا أيها أنت أنا بجوارحي لولاك أنت لما خلقت كما. الله. أخرجت يوسف من قميصك كي أرى. أخرجت يوسف من قميصك كي أرى. فاخترت يعقوبا عليك بأحسن. الله. الله. فمسحت عيني من غبار منارة فكشفت عنها ما يفوق تمعنا. أوثقت كفي في ضريحك سائلا فصنعتني حرا وجيها موقنا. الله. علقت قلبي في حديدك خرقة. علقت قلبي في حديدك خرقة فوهبتني قلبا حديدا مؤمنا. الله. بعثرت روحي في الثرى فلممت. الله.
بعثرت روحي في الثرى فلممتها وحفظت ماء الوجه منك تحمل. الله. أمضيت أسبوعي عليك منابرا، أمضيت أسبوعي عليك منابرا فرددت سبعته علي مثمنا. الله. أمضيت أسبوعي عليك منابرا فرددت سبعته علي مثمنا، قايضت في عمري دميعة زائر فخسرته فالدمع ليس يوزنا، ناشدت صوتي حيث كان مخرسا ما إن نطقتك فاستحال مؤذن. الله. الله. ناشدت صوتي حيث كان مخرسا ما إن نطقتك فاستحال مؤذنا، وطفقت أرسل كل شيء أنتمي. الله. وطفقت أرسل كل شيء أنتمي فيظل عندك ينتميك لأننا من فضل طينك يا حسين. الله. من فضل طينك يا حسين فلا نرى إلا كفينا أو نموت وندفنا، أحرقت في الليل الطويل قصائدي وجنيت فيما لم يقال ويجتنى، أفرغت في الوادي السحيق ثقافتي وأتيت أنهل من ثقيفك مطعنا، فلأنت في وجه الطغاة قيامة ولأنت في عين الإله إذا رنا، فالرسم رسم الله كان مجردا وأخذت بالنحر الشريف. الله. فالرسم رسم الله كان مجرداً وأخذت بالنحر الشريف تلونا، فنزفت من كل الجهات مواكباً فأتتك من كل الجهات لتأمنا، فنزفت من كل الجهات مواكباً فأتتك من كل الجهات لتأمنا، قلبي تدلى في هواك وقد دنا فادنو إلى قلب الأسير كما الله فدنوا إلى قلب الأسير. جعلك الله من المقربين لإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. من هذه القصيدة أحبتي متابعي قناة الأيام فاصل قليل ونرجع إلى سفر قصائد الدفاعي الحسينية، لا تذهبوا بعيدا. عظم الله لكم الأجر أحبتي، هذه عودة إلى قصائد الشاعر الحسيني الكبير صفاء الدفاع الرميثي. عظم الله لك الأجر. عظم الله لك صفاء. أستاذ محسن جزاك الله. الأربعينية لها ثقلها، ولكن نجد أن أبي الفضل العباس حاضر بقصائد الأربعينية، أما يتلقى زينب صلوات ربه وسلامه عليها، تلقى زوار الحسين، تلقى زوار الإمام الحسين، يتلقى سكينة ورسال على رقية، فشلون تدخل إلى هذه هنالك قصيدة لها قصة. نعم. أنت كنت شاهد فيها. شلون؟ راح أذكرك. مهرجان ربيع الشهادة العالمي لتقييم العتبة الحسينية والعتبة العباسية. نعم. شكرا للقائمين. وكان في سنتها في حضرة أبي فضل العباس هذا المهرجان العالمي. كنت أنت مدعو أيضاً، أنا مدعو في هذا المهرجان، وكان أول لقاء لي ولك في حضرة أبي فضل العباس سلام الله عليه. صحيح. أنا القصيدة كاتب، بس أنا كنت ما مدعو، كنت حاضر. حاضر. نعم صحيح. بس شفتك وسلمت عليك والتقينا، هو هذا هو اللقاء بيني وبينك بالضبط. فأنا القصيدة أستاذ محسن أتمنى أقرب حضرة العباس سلام الله عليك. لا دعوة هاي ل... تحياتنا إلهم. أيوة. القائمين على ربيع. ما تقول عم محسن أستاذ محسن؟ لا عم خادم، أنا شاعر ورتفر. كبير ومخلص مو مجامل. أتقلت لا قلت لا أتمنى أقرب حضرتك إن شاء الله. أيوة. والله. فأنا كاتب القصيدة أستاذ محسن. أيوة. وباقي بيتين للقصيدة وما يا
يعني اردق في القصيده ما عندي شيء. تعرف القصيده لازم مميز تكون طبعا مميز. لا انت كنت مميز الله يستر عليك. فقعدت بالحضره مال العباس والمهرجان بدا وانا بعدني ما قافل القصيده. تتذكر انت اذا تلتفت على اليمين شوف الشباك مال ابو صحيح. قلت له ابو فاضل انا ترى القصيده كاتبها بس بينات الحكي بيتين الاخيرات علي بعد ما كاملات اي حاط قلم شلون هذا قلم سجاب بيده وقاعد وبعد شاعر قدموا شاعر كذا سبحان الله اجني البيتين مسطرات كتبتهم بالقلم الجاف على ما قدموا انا صعدت فقريت القصيده نعم. كان عنوانها كعبه الماء لطيف. فاقل لأبي الفضل عباس لبست حرام جربه وبالعطش لبيت لطيف لبست حرام جربه وبالعطش لبيت وبالعطش لبيت يا كعبة الماء وزمزم المنبع يا أول نهر مجروح بالتاريخ وانت أول نهر عن جرحى يترفع بعيونك نبي عاشق صلاة الليل وأحلامك ملائك تسجد وتركع لو صابك خجل تعرق خيم ويتام لو صابك خجل تعرق خيم ويتام ولس على المناير قصتك تلمع يا أترف مقاتل من يجيس الماي من كثر الترافة شوفه تتقطع الله 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 يا أترف مقاتل من يجيس الماي من كثر الترافة شوفه تتقطع يا آخر نداء بسكتة الحوراء وبس جربة ضميرك تنظر وتسمع من تصحى الشمس تفتح جفنها عليك من تصحى الشمس تفتح جفنها عليك تمسح قبتك وبقبتك تسطع انت اول طفل يرفض ثدي الشلال حسبال الفرات وما قبل يرضى انت اول طفل يرفض ثدي الشلال حسبال الفرات وما قبل يرضع دولا تبكيانك كنت ما محتاج بس رفعت علم منشودة المصر الله صمصامك شرس دولا تبكيانك كنت ما محتاج بس رفعت علم منشودة المصر صمصامك شرس بس داخلك زيتون الله صمصامك شرس بس داخلك زيتون ومن سوء اختيار يطلب الأبشع الله يلكن لك حسين منين ما صدليك الله الله يلكن لك حسين منين ما صدليك يا باب الأفتح حسين باب وسح الله عباس اللي يذوقك يلقى بيك اثنين طيب أم البنين وشيمة الأنزع يا أم البنين ولسع الشباك تحشي القوف قبرك للخير أبزع الله يا أم البنين ولسع الشباك تحشي القوف قبرك للخيم افزع تنطيها نهر وتقول ما وافيت تنطيها تشوف تقول ما اقنع الله الله اي تنطيها نهر وتقول ما وافيت تنطيها تشوف تقول ما اقنع يا مضياف نبله وعينك الماعون الله يا مضياف نبلة وعينك الماعون تعنيتك نحر وبنبلة مرصع دخلت لحضرتك قالوا لي ما موجود دخلت لحضرتك قالوا لي ما موجود وعرفك زين عرفك طيب المنبع عايف قبرك ورايح لقبر حسين تتلقل وفيدك تدخل الله دخلت لحضرتك قالوا ما موجود وعرفك زين عرفك طيب المنبع عايف قبرك ورايح لقبر حسين تتلقى الوفود اللي تدخل وتطلع بس انا اعتنيتك عنتك للماء الله وانت علمتني خالي ما ارجع بس انا اعتنيتك عنوتك للماي وانت علمتني خالي ما أرجع أنا عندي أمانة من مصر عيون أفلهن على القبر يتناثر المدمع أنا مجدي أعلى بابك والمجدي يتيم وندري اليتيم بخاطرك ينقع بي إحساس خيم جرحة النجود ما بي عقيلة وصبر ما يجزع بي إحساس خيم جرحة النجود ما بي
عقيلة وصبر ما يجزع بلساني تامة صيح الله الماي وما أسكت لحد ما أشرب وأشبع أدري أدري تشوف سكنة وزينب على شفاي وما بوسك أخاف من العلم يوقع راويتك جفوفي وبيك حسرة جفوف ورغم جفت قطيعة وبي ما تقطع قوم قوم افتح ضريحك لا تمت جفين حتى اقطع جفوف وأشبق المضجع حتى اقطع جفوف وأشبق المضجع. أحسنت يا أيها العزيز الله قد مسنا ضر وأهلينا يا أيها العزيز جئناك نمشي والهوى فينا بضاعة مزجات ومشينا منجات الله جئناك نمشي والهوى فينا يا عزيز الله يا من مصره في الغاضرية يوسف الباري ستبقى أنت معشوق البرية نحرك الأخضر غطى يابسات الجاهلية أنت كف الله أنت والعطايا الحيدرية. أحسنت ما شاء الله. أحسن الله إليك. شكرا لهذه القصيدة أبو الفضل العباس كتلة من الوفاء وفي عالم الخيال. يقولون بأن أبو الفضل العباس في عالم البرزخ ومن خيال الشاعر طبعا. نعم. أتى إليه رسول الله بالماء فقال الله. سيدي يا رسول الله لا أشرب قبل الإمام الحسين سلام. فجسدتها أنا قصيدة من برية قراها ملا ماجد العمار تحياتنا إليه أنعم وأكرم يقول إيه نعم أحسنت يقول بعالم البرزخ إجا طاح نبينا قبل العباس بيساره ويمينه جاب له الماي العذب قال له ما يهنى الشرب والعطش لساعة بشفايف حسين الله قال له ما أقدر إلا شفت حسين بيتروى ويتامى واسأل الكوثر يقبل العباس يشرب قبل إمامه الله أنا أتصبر لما تروى سكينة ورقية الحمام في آخر القصيدة سنت الأربعينية أستاذ صفاء نعم وتجسيدها في القصائد المنبرية صعو والإلقائية صعو مشروع ضخم طبعا وخصوصا في نعم في السنوات الأخيرة بعد أن وصل إلى العالمية استهدف هو هذا المهم نعم استهدف هو هذا المهم يعني قالوا عن مشاية الأربعين جنرال شرير يقول بدأ الثعبان الأسود بالزحف ونحن شبهناه بالشريان الأبهر نعم بالنسف والنهر الثالث بعض الشعراء والنهر الثالث نعم. فكانت الفكرة أستاذ محسن أنه هذا الزحف العظيم والحشد العظيم الذي هو مرآة لما أرادته السماء أكيد. من إرادة تعكسها على مستوى سطح الأرض نعم. لجمهرة البشرية نحو معشوق الله الإمام الحسين عليه السلام طيف. فقلت من اللي يقدر يخدم الإمام الحسين بصفة عالية جدا تستحق أن تخدم هؤلاء الناس المضحين بكل شيء نعم. للحسين عليه السلام فلم أجد لأن الحسين عليه السلام هو من قال ذلك لم أجد أصحاب أفضل من أصحابي أو خير من أصحابي خير من أصحابي وأهل بيت خير من أهل بيت فجاءت الفكرة بأن أصحاب الإمام الحسين يلتقون أنصار الحسين من سنة 61 هجريا بأنصار الحسين الزاحفين سنة على الأقدام طيف. وإذا بهم هؤلاء لديهم مواكب يقفون على الشوارع يخدمون الأنصار في هذا العصر طيف. فكانت القصيدة نعم نسمعها جاذبية العشق لطيف. بعنوان جاذبية العشق أسبقها بموال زهير مشتاق وزيارتك صارت لزاد وصحن صحن يلي بفضل تربتك أمراض كلهن صحن صحن ومن صحت يا كربلة بوجه المدامع صحن صحن قلت لها حن القلب هاتش القلب قلبي قالت لي لا مو لك هذا القلب قلبي قلبي قلت لها ما ظل قلب جف الهجر قلبي قالت لي قلب المحب قبة ومنارة وصحة الله 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 فالقصيدة اسميتها جاذبية العشق نعم جاءت هذه القصيدة
تجسد تلبية نداء الإمام الحسين، استغاثة الإمام الحسين، واعية الإمام الحسين. هل من كما استجاب أنصاره في هذه الزيارة المليونية، هي في كل عام كأنها استجابة لهذه الواعية. فبعد أن هتف الإمام الحسين عليه السلام: أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، صعق التأريخ من هذا النداء، فهو جرح الله في قلب السماء. لو جرى النور بشريان الدماء، تنزف الأرض رجالا ونساء. لبوا النداء، لبوا النداء، كربلاء كربلاء، مغنطت قلب الحيارى، قوة الجذب العظيمة، مركز الجذب الإلهي، فطرة الله السليمة. الله الله الله. تزحف الأكوان طوعا نحو قبة، وعلى الأقدام ثغر يرسم الخطوة قبلة ثم قبلة فوق تربة، وحنين الله خيط سرمدي، من على العرش من على العرش تدلى، فوق شباك حبيب أو حديد. وبلال الحب أذن في نواقيس الضمير، حي على المسير حي على المسير، نهض النهر الطويل، غاسلا شعر النخيل، سائرا والشمس راية، خطوات وطريق وحكاية، وكواكب هبطت بثياب من مواكب، وشوارع وجوامع كبيوت من قلوب، وعجوز كيسوع تعصر القلب وتسقيك الدموع. القادمون فجر من تاريخ الأمس، المحرمون بين العرش وبين الكرسي، الخادمات بيت الله وبيت القدس، والخابزات قرص الخبز بقرص الشمس، والغاسلات سرب نوارس الباقيات فوق الملابس. طف له نفس عميق، درب وله الله صديق، فأطلس الدماء خارطة الطريق، وأبجد الإله في معجم رقيق، ولهذا خلق الله الحسين كي تسير الناس في نفس الطريق. فذا حبيب يعالج المرضى طبيب، وذا بريض يقدم الطعام للسائرين، وذا زهير يسقي العطاشة من قربة تبكي على كفين، ومسلم مسلم بن عوسج، ومسلم هذا يساعد الشيوخ، يراقب الأطفال كالزهور، ينظم السير كأفراد المرور. جونا أراه باركا ويرتدي الإحرام، يدلك الأقدام، يريح المتعبين، وحابس ممزق الثياب، يجول بين الناس، يوزع الجنون قماشا من عيون، بأيدي العاشقين، بمفرق الطريق حر طليق، بمفرق الطريق حر طليق، ينادي الحر في حنين: من هنا من هنا صرت أنا نحو الحسين. الله. أبو ثمام الصائدي يطالع السماء بعين الوالهين، ينبه النيام ويرفع الأذان: حي على الصلاة، حي على المسير، قادمون قادمون، سائرون زائرون، لولا صراط دربنا ما خلقت أقدامنا، لولا رياح حبنا ما رفرفت أعلامنا، عسكر الحب على خط الولاء، وعيون الله تحمي كربلاء، عاصمتي ودولتي كربلاء، عاصمتي ودولتي كربلاء، حبيبتي عشيقتي أميرتي رئيستي، حسيني الهوى عشقي عراقي، قبة العباس تبقى خوذتي، وحدود الغاضريات نطاقي. فوق أشواك المنايا زهرة العشق عروس أمنياتي، أجرع الخنجر حبا فهو ترياق لذاتي، ورتبتي تعلو وتعلو خدمتي، أسهر الليلة وأحمي الزائرين، وأنال النوط من كف الحسين. قادمون سائرون زائرون، قد وصلنا زاحفين،
ها هو الطف يحيي القادمين، قبل الله جباه الزائرين، ونداء من إله العالمين، جنة الخضراء رمل تحت أقدام المشاة المحتفين، جنة العذراء فردوس الحسين، فادخلوها بسلام. آمين. فادخلوها بسلام. وديتني إلى نص كتبته بال 2009. أحسنت أستاذي. تدري هاي اللغة الشفافة صعب كانت تقحم بالنص الحسيني. أحسنت، نعم. فقلت لو يمنعون الطغاة تثور أسراب الفراش على السيوف. حلو. ومن يقطعونه بقنابل من ولد. حلو. من بين حلقات السلاسل نهتف بصوت العشق، نحن التائبون نعلن التوبة على درب الذبيح، والمسيح نرفع صوته يأذن آذان المشي فوق الصليب. الله. حي على قبر الحسين، حي على قبر الحسين. أحسنت تواجدت. نذهب إلى فاصل أحبتي متابعي قناة الأيام، ونعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا. نعم أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون، هذه عودة ومع الجزء الأخير والقصائد المجاهدة والحسين وتحديات العصر. أنت تكتب القصيدة الحسينية من ذاك الوقت؟ نعم. تعرضت لمضايقات، لاعتقالات؟ نعم أستاذ محسن، طبعا تعرضت لمضايقات واعتقالات، وإن شاء الله نسأل الله أن تكون في سجل الحسين عليه السلام. تعرف بالوقت خاصة بأيام التسعينات أستاذ محسن. نعم. اللي يقول يا حسين إيه يعتقل ويعدم، مو أنه بيكتب أبيات للإمام الحسين. فأنا بدأت بالكتابة من يعني نعومة أظفاري تقريبا 14 سنة، عمري 15 بدأت بكتابة القصيدة، يعني نهاية 89 بداية 90 بدأت بالكتابة. فكان توجهاتي توجهات حسينية ثورية جهادية. ليش؟ أولا الرميثي هذا هو هذا ديدنها وهذا نعم. طابعها قصائد شيخ ياسين الرميثي كلها معبئة بالثورة ثورة. وبالفكر ثورية نعم. وبالوقوف ضد الظالم والطاغي الله يرحمه، ربانا على الثورية بقصائد نعم. تربينا على هذا الصوت مو بس الرميثي كل العراق. أحسنت، لكن احنا نحكي باعتباري بعد ابن المدينة، انتم ايه ابناء المدينة. فكنت أكتب هذه القصائد، فتعرضت إلى مضايقات كثيرة، وعلى أثرها طبعا انتقلت من الرميثة إلى كربلاء هروبا من الاعتقال، ولكن ما فلتت. صار الاعتقال، اعتقلوني نعم سنة 97. كتبت قصائد من برية؟ كتبت قصائد من برية، وعلى أثرها أهم الروادي اللي قروا لك يعني بأيامها، أيام التسعينات. لا مو بأيامها، الآن أنت الآن اسم نعم. اسم لامع في سماء الخدمة الحسينية. خادم صغير. لا العفو. أيوة. لا بالعكس، هذا استحقاق. الله يحفظك ويسلمك. يعني أنا أذكر لك قصيدة قسما قسم قراها. نعم. رادود القدير الشيخ حسين الأكرف. سمعت لك أكثر من قصيدة ملا باسم. نعم. سمعت ملا قحطاني قرأ لك. نعم صحيح. يعني كل هواي يشرف بيهم. هواي رواديد قرأوا لي. كل الرواديد المشهورين والمغمورين على حد سواء وبميزان واحد. لهم كل الاحترام والتقدير والشكر والامتنان قدام الحسين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا. قسم من ضمن التحديات طبعا. نعم. اعتقلت في 97 على مود القصائد الحسينية. فحتى من طلعت من السجن من الاعتقال ظلت رنة التساؤل، تعرف التحقيق، اسمك، عملك، كذا. فكتبت مقطوعة وأنا أمشي في كربلاء من طلعت من الاعتقال وترقن قيدي، وأنا كنت على بعد أمتار عن كلية الهندسة. نعم. قلت هاي المقطوعة، قال لي شو اسمك؟ قلت له اكتب يا حسين. قال له عمرك؟ قلت له ناذرها السنين. قال لي شغلك؟ قلت له خادم للحسين. قال لي قلبك؟ قلت له بين القبتين. قال لي روحك؟ قلت له بين الحضرتين. قال لي دارك؟ قلت له عشت بلا يدار، لأن دار بين أرض الحرمين.
قال لي وضح ما عرفتك يا غريب، انت منه، انت بن من، رابي وين؟ قلت له امسح ما كتبته وارجع اكتب يا حسين. الله الله. فبقت التحديات، واعتقلت ايضا في 2001 بالامن العسكري. الحمد لله بعد سقوط الطاغيه يعني تخلصت من هذا الامر. بقينا على نفس مبدا. رجعت للهندسه لو لا؟ لا لا، بعد تغير المسار كله، صرت للتعليم بعد. نعم. والحمد لله والشكر موفق. فصارت حركه داعش الظلاميه. ايه؟ فالفتوى المباركه، اتصل بي الشيخ حسين الاكرف الله يحفظه. الله. قال استاذ صفاء الان دخول داعش وطالبون بتهديم المقدسات، فعندي لحن ونريد نكتب. فقلت له دز اللحن مولا شيخنا، دز لي على الواتساب. كتبت القصيده الحمد لله تقريبا في غضون ما يقارب الساعة كملت. الله. فكانت لا يا علي قسما قسم، لن يقربوا شرف الحرم، في عرقنا نبض الولاء، لن يقربوا شرف الحرم. فكانت هذه القصيدة من شرف أن يقاتل تحت صوتها وتحت أجهزة كل المقاتلين، كل المجاهدين. القصيدة الإلقائية، القصيدة الإلقائية وظفناها أيضا في نصرة الحشد المقدس والمجاهدين. رحت قرأت سواتر القتال للمجاهدين، قرأت أكثر قراءاتي كانت هي دعوات العتبات. نعم. فأهم مهرجان كنت أقرأ به للحشد بتجمع الأكبر هو النصف من شعبان. نسمع القصة. باعتبار أنه هو ذكرى الفتوى المباركة. نعم. فقلت أقبل من بعيد عليه غبار الصحراء، تعلوه سمرة العرب، أدى التحية فرددته عليه، قال ألم تعرفني؟ قلت لا، قال أنا من أصحاب المعلقات، أنا من قيل عني ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند اصطكاك الحرب يا ابن الأطايب. قلت ما عرفتك؟ قال معلقتي على الكعبة تقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبس. قلت من عنترة؟ قال نعم. ما الذي جابك يا عنترة؟ قال سمعت عن بطولات الحشد الشعبي. الله. فجئت أضع سيفي بين أسيافهم، فقلت له بالحشد يا عنترة رايت تصير؟ بالحشد يا عنترة رايت تصير؟ لا تحك خشمك يا بن شداد، تتش سيفك على الفرس وانزل فجيل، اقرا سيره ديرته واحفادها، كتب تاريخك تمزقها وتقوم الصلوه الولد الحشد وامجاد. انا قبلك بالحشد بس بشروط، كون تقبل اي صنف بافرادها، لو تشد قيطان بسطال الجنود، لو تنظف للسلاح اعتادها. الكعبة نزعت شعرك فوق الجدار وعلقت شعر الحشد بوتادها. انت ما سامع شعر اهل العراق؟ هم ملحتها القصيدة وزادها. شعرك بهوس الطفل عندنا يضيع، مرة واحدة هوس وما عادها، من وقف يم جثة الوالد يتيم وهوس قبال العدو بعنادها. تابوتي شيع تابوت، الله ديرة ما بيها حشد لازم تموت، ديرة ما بيها حشد لازم تموت، لأن تتحول عبيد السيادة. الساتر الفوق حشد لابس عقال، الساتر الفوق حشد لابس عقال، ولابت بخاكي تبن ترمادها. القاع لو مر الحشد تلبس حجاب، القاع لو مر الحشد تلبس حجاب، والأصيلة تعرف من أجوادها. أوه لو شفت حرمة أعلى باب أم البنين، حط ذلك مستمع لمرادها، عند مثلك أربعة وأطلب شهيد، فشل من أم الحسن وأولادها. عند مثلك أربعة وأطلب شهيد، فشل من أم الحسن وأولادها. التفقة من الطيح من نيد الشهيد، التفقة من الطيح من نيد الشهيد، تلوق بس لأم الشهيد جناح. الله. الناس الناس لفت بالعلم نور الحديد، واحنا لفينا العلم بتساب. ترسى الدنيا دواعش على الحدود، او حشمت زلم الحشد بغدادها. ومن اجت ما تيهت بس والحسين بشيله وحده تيهت مشرار. الله. تنغق الغربان خلهش ما تطير، سكت يلقطها الصقر صيادها.
تنغق الغربان خل هالشمات تطير سكته يلقطها الصقر صيادها طولت لحيه وشعار من صحن جاك لبسه هدوم المسا ومرت. الله انا تفاعلت ويا القصيده ما انحجت. روح طولت لحيه وشعار من صحن جاك لبسه هدوم النسا وما فاده احنا رداد الزلم يوم الزماط والحشد للما حصل ردادها بعد فتوى من النجف والله العظيم وتمطر الدنيا حشد لو حاده وتمطر الدنيا حشد لو حاده. الله احسنت. من تحديات العصر استاذ صفاء نعم التجاوز على القرآن. أحسنت يا الحادثة الجديدة. هل تصديت لهذا الموضوع؟ نعم. تجاوز على القرآن الكريم أستاذ محسين حادثة نسميها من الجديد القديم. إيه طبعاً. في كل فترة تظهر هذه الحالة اللي قادها أكثر من قادها وأشهرهم سليمان رشدي عليه اللعنة. نعم. الذي حاول الوليد تواعدني بجبار عنيد ها أنا هذا جبار عنيد. فقل لربك يوم حشر مزقني الوليد. فجاء سليمان رشدي بالتحريف انا في العصر الحديث طبعا نعم نعم صحيح حاول ان يطيح بالفتنه ما بين الاديان فما افلح وكذلك هذا المأبون حاول ان يحرق نسخه القران واراد ان يدب بالفتنه بين الاديان ولكن ايضا ما افلح من خلال رساله عظيمه لمرجعيتنا العظيمه هذه الرساله انا اراها استاذ محسن لا تقل اهميه عن فتوى الجهاد أحسنت. الكفائي أحسنت. إذن نختم بقصيدة القرآن القرآن الكريم هذا الجزء الأخير. إلى ذاك اللقيط الأحرق القرآن نعم رسالة واضحة من محتواها إذا قصدك الفتنة بين دين ودين ومعروفة قضيتك هاي مغزاها لمشبات صيدك يا ربي بالعار قبلك ما في لحم رشد سواها فشلت خطتك لم الحطب والنار نار الفتنة سيد على الطفاها نعتب عالسويد ومو عتبنا عليك على الصدر إجازة حرق وانطاها الحرية تقف عند حدود الغير الحرية تقف عند حدود الغير بميثاق الأمم نصا قريناها التجاوز على المقدس خالف الدستور وتجاوز على البنود اللي فهمناها ولو إنجيل عيسى لو إنجيل عيسى أي بشر حرقوه أول ناس احنا رفضناه لو انجيل عيسى اي بشر حرقوه اول ناس جاء احنا رفضناه بس هي القضية واضحة المقصود غايتها الفتن واحنا اللي كشفناها شخص منبوذ بايع نفسه للشيطان عميل واجرته نقدا تقاضاها ونقول له اش ما تحاول نقول له اش ما تحاول مصدرك معروف ويدك بالفتن رأسا قطعناها رسالة من النجف رسالة من النجف طفت حطب نمرود وبردا وسلاما كان فحواها الأمين العام من وصلت لفز وقام سلم وانحنى وعرس خلاها الله الأمين العام من وصلت لفز وقام سلم وانحنى وعرس خلاها مراجعنا امتداد الفكر أهل البيت وأهل البيت وصونا بوصاياها تظل الحوزة صم امام الامان البيه ويفوز الصفنيته وسار وياها يفوز الصفنيته وسار وياها اذا عاد التطاول زمره الغمان مو بس السويد نزلزل الاكوان اذا عاد التطاول زمره الغمان مو بس السويد نزلزل الاكوان مليارين مسلم تهد للقران لو فتوى المرجع ينطينا من هذا الدفاع وصلنا الى ختام الحلقه عظم الله لك الاجر وشكرا لمجيئك وتشريفنا بهذه القصائد الله يسلمك شكرا جزيلا لك خادم الامام الحسين الله يحفظك صفاء الدفاع الرميثي جزاك الله خير استاذ محسن الجوراني الانسان المهذب المؤدب الخلوق الانسان قبل ان تكون شاعر شكرا تكون جزيلا وانت كل الحمد لله وشكرا مو مجامله ولا محاباه ولكن هذا استحقاق شكرا لك شكرا لقناه الايام شكرا لهذا البرنامج الرائع شكرا لهذا الكادر الدؤوب
الذي يقف خلف الكاميرات. شكرا لكل العاملين في هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل ومن المشاهدين في سفرة الإمام الحسين. وأستطيع أن أقول في نهاية هذا البرنامج حقيقة إن شاء الله تعالى سوف تكون هذه الحلقات ثمرة جميلة عن عاشوراء الحسين. نعم أحسنت. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الشكر موصول لكم بعد نهاية هذا المجلس الحسيني الذي هو حلقة حسينية من برنامج حاء سين ياء نون إلى حلقة أخرى. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.